عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم هذا الفلوق فيه شوي تحدي وفيه شيء شوي دلع لإخواني. فكرة مقطع اليوم راح أوديكم للسوبر ماركت وكل واحد منكم ياخذ سلة وتعبيها بلون واحد فقط. شلون؟ أنت لابس أسود؟ خلاص أنت اللون الأسود. لا يا سعود طيب. أنت لابس الأحمر؟ أحمر. أنا أزرق. وأنت أزرق. اوكي تمام. المنتج الخارجي ولا الداخلي؟ عادي الخارجي. الخارجي يا اخي افتح المحل. بس سؤال كذا من القوف. طيب واضح الفكره؟ واضح. نروح الحين كل واحد مع السله وتعبيها باللون الخاص فيك. اوكي يا شيخ. اسود حلو فيه اشياء. وش اسود؟ باذنجان. تبي ولا كيفك؟ المهم واضح فكره التحدي؟ واضح. بس قبل ما نبدا تسوي الزر والاشتراك في القناه. تصريحك قبل ما نبدا. بسم الله. ايوه بسرعه. تصريحي اقول راح تندم يا سعود. والله راح تقول ليتني حاط 5 ثواني. وانت؟ وانا برضو اسوي له اعاده لكلامه لان الصراحه لا ممنوع الاعاده. اي صح صرح. المهم ان الوقت ترى يعني شيء ما ادري ايش شرشته والله. يلا يا دحوم. انا اقول اوفر فلوسك اوفر فلوسك. جهز فلوسي. جهزها. أنا جهز 10000. طيب. مهدد هي بقالة يعني لو تجيبها. أما الآن فلنذهب إلى السوبر ماركت. يا شباب وصلنا للسوبر ماركت، كل واحد من إخواني راح يمسك السلة. دور مين؟ كل واحد له دقيقتين. تاخذ باللون تبعك، وش لونك أنت؟ بخير أخبارك؟ أسود يا أبوي. أسود؟ طيب يلا خذ السلة. خلينا نشوف. أدائك كيف؟ أي شيء لونه أسود. جاي. أول شيء اختر القسم سعد، إيش تبغى أي قسم؟ زيتون يا سعد. زيتون. أنت مجدك ها؟ أنت مجدك. شوكولاتات. لأن في مليان أزرق. وأنت؟ أي شيء بلوني باخذه، لا إيه؟ مسار ولا شيء. مش ما في شيء أسود ها؟ إلا إلا ها. ها شفت أسود. دبس رمان. تبي ولا كيف؟ شفتها ماسك. يلا اختر مسار. شوكولاتة. يلا شين. سعد تصريحك قبل البداية. والله اننا خايفين. لك دقيقتين، مستعد؟ مستعد. 1 2 3 بدا الدقيقتين. احنا معاه. لا هو بس اي شيء لونه اسود. اي شيء لونه اسود. اخفاضي. يلا سعد. يلا يا سعد. يلا. بس. اوكي. وري 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 وري. ايش خذ؟ والله 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 والله. تونا بعد باقي وقت. هاي خلصت. وش السرعة هي؟ ما شاء الله الحق ذا. سعد ايش تاخذ؟ ايش ماخذ ذي؟ ايش تبي فيها؟ 44 ريال ذي. والله تورطني انت. خذ حق اضرب حق اضرب حق كثرة. سعد 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 تشوي انت؟ تشوي انت؟ خذ لك اشياء غالية صدق. سعد سواي. والله خذ كل شيء اسود شباب. سعد لا 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 يلا والله شكل دقيقة خلاص لك دقيقة مو بدقيقتين باقي 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني 3 4 2 1 0 انتهت الدقيقة. وش اسوي؟ دقيقة واحدة. الله هذا يحسب لك هذا طعم ها؟ بالله حبيت انت بالله فتح فتح شوف ايش ماخذ انت؟ روح روح سعد ايش ذا؟ ايش تبيبه ذا؟ عذر زيك اليوم كشتت رجال. والله انه مجمع اشياء كثير لون اسود. سعود وش يا اخي ما في شيء لا صنك. ما في شيء والله ما في شيء الا هذه بطاطس وشوكولاته. والله تصدق شيء لا قصها يا سعود لحمه. لا يا حبيبي خلاص هذه بس والله كفو عليك فعلا اخذت كل شيء لونه اسود انت. طيب وش يا سعود دقيقه ليش تقول لي دقيقتين من دقيقه؟ والله دقيقتين كثير يا ابو عبيت هذه انت في 5 ثواني. طيب خلاص ما عاد ندري. لا يا حبيبي خلاص احمد ربك انك والله اخذت تراك اشياء غاليه انت. اخي كنت ابي هذه انا 449 ريال. والله ما ادفعها دقيقه والله ما ادفعها. ما علي منك تحديك انت. طيب بس دقيقه واحده خلصت. ايه معليش انت ذا. طيب بس وش احسب دقيقتين. طيب ليش ما اخذتها؟ انت قلت لي اوف كذا بس ثم قلت لي دقيقه. حقة الخوف ها؟ طيب دور سعد انا اتوقع انه هو بيكون انجح واحد لانه اخذ اكل ومطبخ. ايش تسوي انا؟ اخويا يقولون جد ناوي شوي. طيب خلص بس سعود لو تعطيني لحمه بس. لا لا ما في. ليه؟ لا بس لحمه لونها اسود. لحمه لونها اسود وعزم كونه فيه احمر احمر وعزم وعزم خلاص. والان دور عبد الله نفس المسار.
انا اقول الله يستر بس الله يستر. شوف يا حبيبي عندك دقيقه واحده مو دقيقتين سامع. اي ما عليك انا دقيقه عندي 10 دقائق. لونك سهل مره احمر. واحد اثنين ثلاثه. الله يستر الله يستر الله يستر الله يستر. لونه سهل احمر. وش ماخذ انت؟ وش ثاني يا بس؟ والله خلص المحل. جب اي شيء والله واجد واجد واجد. ورجع هذا مو بحمر مو بحمر. انت قلت لها علينا يلا ترى 40 ثانيه راحت 40 ثانيه. ثاني برتقالي رجع احمر ذا. يلا يلا باقي لك 15 ثانيه. يلا عقل الله هذا احمر. ها اوه خمس ثواني خمس ثواني. والله خلص هذا كان فيه وردي ولا شيء. خله الملقوف ذا بيخرب عليك. حبذا بس نرجع. والله حبذا لو نرجع صراحه. خلينا نشوف اغراض عبد الله. هذا بعد مو احمر والله. والله ذا برتقالي. انا قايل برتقالي هذا قريب من الاحمر. طيب خلينا نشوف خلينا نشوف شو ماخذ. شو ماخذ كيف اقسم بالله كلهم بنفس الشركه. حرام عليكم يا قلت اللي انا قاعد تختار وش دخلني ولا ما والله وش ذا كلها نفس الشيء عادي عيب. لا اهم شيء هذه اهم شيء هذا. لا لا هذا لون احمر. انا صراحة كلها لونها احمر بس ماخذ شيء واحد انت يا اخي. مسار ما عجب مزعجنا. ابي لحوم ابي لحوم. لا ما في لحوم. لحوم لونها فسفوري. لحظة من اللي من اللي اختار المسار ذا؟ بإرادته بس انا كنت ابي مساره. لا خلاص الله فوق وخلاص ما بيها. باخذ خبز الدبل ما يبيها رجح ما دام ما يبيها رجح. ما عندنا مزح نزل قاعد باكل خبز الدبل ماخذ وماخذ برتقالي بعد. والله مسامحيني يعني تراك ماخذ اغراض البيت بس ترحم. كمان اذا جاني شوي جلس يجي جنبي سعد. ما في اعرف حركاته. تعال تعال تعال. ها تصريحك. انا اقول تصريحي لله كلكم بتصيحون. والله بتصيحون من القهر. اوف انت ازرق وسلتك زرقاء واغراضك زرقاء يا ولد. يستاهل هذا هذا اللي ماشي على القوانين. انا متفائل. شيخ مدعوم والله مدعوم. انا شيء والله دعمت. دحوم تصريحك. اقول تصريح انا انه بتاخذون اول شيء. صح صح نسينا. يلا نبدا جاي بعيده. اي شيء لونه ازرق سامع. واحد اثنين ثلاثة. اسلم بسم الله ما يمزح ذا يا ولد. يلا ترى بطيء انت بطيء. هل فيها ازرق؟ فيها ازرق؟ لا 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 فيها ازرق. يلا 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 مسموح ضاع وقتك ضاع وقتك. يلا يدحوم. والله ما راح الوقت. 20 ثانية. اوف اوف اطلع اوف طالع ازرق. ضيع وقت ضيع وقت. يلا يا سعد حوم 40 ثانيه الحين. 40 ثانيه 40 ثانيه. يلا يلا الوقت 10 ثواني باقي 10 ثواني. اوف اوف خمسة أربعة ثلاثة اثنين ستوب. والله ثقيلة يا ولد. والله يا اخذ بالكيلو ذا. وش ذا مخيسة اشياء. اخذ جملة. والله الصراحة انا مو حق فحم. والله انت ماخذ فحم. والله ما تعرف تختار. ايه بيحمر هذا ازرق. هذا ازرق ازرق. لا يرجع محذوف. لازم ناخذ منها ثلاث اشياء. لا 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 وشوف صراحة رابع. انا اشوف في غش. هذه زرقاء وش يا اخي. هذه غير مسموح شيلها المراجعة. يلا يا سعد يلا يا سعد شغلك يا سعد. هذه والله زرقاء زرقاء. لا 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 اباخذ زرقاء. لحظة شوف الفار. شوف احمر واحمر واصفر واصفر والازرق اقل شيء. معليش اذا صفت على الاغراض هذه وش هي طلعوا شوف. حتى هذا مكثر منه رجع. لا لا انا خلي يرحم خلاص اللي ماخذه هو خلاص له. صراحة اغراضك حلوة يا دحوم. كل هذا هذا ما يحسب. ليش؟ ابيض صح 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 والله. والله خلاص ما عندي مشكلة يا رجال. والله لا عندك مشكلة ومكرر من ذا الاشياء. عادي طيب اغلب يعني ترى لحظة شوف والله ثلاث اشياء بس. اغلب اغراضك يا دحوم شوكولاتات وباونتي ذا. اخر فقرة بنسويها 30 ثانية بدون سلة. هذه هدية مني. ها 30 ثانية بس. حلو كل واحد ياخذ بلونه. يلا جديد بيدك بيدك بلونك فقط بلونك فقط بلونك فقط. الله 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 الله. يلا ايش الطهم باقي 20 ثانية 20 ثانية 10 ثواني
عشر ثواني. عشر ثواني. ثلاثة، اثنين، واحد. ستوب. هل كلش أسود وأنت كلش أزرق. مان هذه العابي هذه. ولا ذا أحمر. فحم. شيك على الفحم أنت. هاي بعدك شغلة. هذه أخذتها تضاف إلى السلة تبعكم. شو تبذني؟ سمعني صياحك. سمعني صياحك. هلا الشباب. شوف. والله. إيه ما يحسب. والله إني يحسب. ما يحسب والله ما يحسب. يحسب أنت. يحسب. أمسك زين. أمسك زين. خلاص ما بشيء. أيوة وأنت أمسك زين هذه غراضك. هذا أسود ما أخذ أنت. هذا ايه ايش هو خلاص خلص المدة. علمني انت. خلاص انت تمشي. يرح اذن حمراء. يلا حط اغراض. ايه اذن تبعي. ها اذن حمراء تبعي. اوف قوية. يرحم ايش الذب مخيص ما بدا يحسب. ها ايه يحسب. طيب يا شباب الف مبروك. والله جبتوا اشياء واجد يا اخي. وش ترى دقيقة ونص. دقيقة احمد ربك انت جاي فحم والله. ايش تبي يا اخي دقيقه ونص ترى. وش طيب احمد ربك انا ما اعطيك دقيقه. اقول ما في زي حظي صراحه. والله ذا تجمع اشياء حمراء. اعطني لا انا شيء مالك شيء انت مسكين انا والله. الا دفع. ايش تبي انت بعد؟ ايه اوكي انت اللي متحدينا. انت يا شباب رحمت بس ان شاء الله بتجي قفزه سريع باذن الله اذا كل شخص ضغط لايك واشتراك في القناه ويسوي مشوي مع فحم ذا. طيب يا شباب لا تنسوا الزر اللايك والاشتراك في القناة. السلام. ورحمة الله وبركاته. ايش اخباركم شباب طيبين؟ اليوم الفكرة نارية. 20 ريال معنا بس نعيش يوم كامل. سعود صعب صعب سهل سعود مالي دخل واحد. اوكي بس ال20 ريال هذه لنا كلنا مو بالواحد ولا واحد 5 ريال ولا يوم تفطر تتغدى تتعشى تحلي تنام ولا نم بدون ما تاكل. شلي ابي برجر ب20 انا. طيب سعود انت لو تركز المويه بنص ريال خلاص هذه قيمه عاليه مو بغدا هذا نص ريال. ايش ما فهمت قيمة عالية مشروب. لا اقصد انه يعني تخيل المويه بنص يعني بتنقص من الفلوس شيء كبير. طيب ايه عادي ايه اشرب مويه واحده لازم 20 يا اخوي راح برادة المسجد يا اخوي. شلي ايوه لحظه فطور وغدا وعشاء وحلي بعد مو لازم تحلي انت تقول تحلي اقول لك اذا بقش انا من اسوي المغرب يعني حلا ذا جاي. طيب يا شباب الفطور والميزانيه سعود نبدا حبه حبه. ها صح انا اقول فول وخبز التميش كلنا. انا اقول كروسان. كروسان شلي يا حبيبي ابي يا ابوي بريال والفول يكفينا كلنا وبريال. لا وين يا اخي ابي بانكيك اقول ترى بننزل كذا. يلا ننزلك انت. يلا الان بننزل محل فول نجيب فول وخبزه واحده. يلا تبي ولا رايبين؟ طيب مشروب شيء ولا شيء؟ ايش صح البراده؟ يلا ننزل. انا وعبد الله رايحين بسم الله بنشتري فول معي 10 ريال، 10 ريال في الثانية وين؟ نشوفها حلو، نشوف غدا عشاء. العشرة الثانية في السيارة علشان عندنا غدا باقي عشاء. الله ريحة فول. والله ريحة بخاري. والله ما نقدر بخاري. عطني هذا صغير. طيب يا شباب شرينا تميس وش شرينا؟ هو عدس. عدس وتميس. الفطور. وش جاي؟ والله كويس. كويس. نوفر. هلا. كم ذا؟ الميزانية يا شباب. الميزانية. الميزانية تنقص 5 ريال. والله. والله كذي 5 ريال. الفول العدس ذا ب3 ريال وذا بريالين الخبزة. وهذه؟ هذا وش ذا؟ والله عند هذا جامعة. هذه مجانية. لا يا حبيبي وفر هذه فيه صلصه وكذا. هذا خلوها مع الغداء يا شباب. حط فلوس نفرش. اصبر بناكل الحين بنفطر بس. شوفوا الان كمان 20 الحين معنا 15 ريال بس. طيب يا شباب بسم الله الفطور. يلا من فضلك. الحمد لله على النعمه. حط الحمد لله. حط يا سلام سلم. انا بغلي عندي خبز فلفل. يا فلفل والله. بدر وش وين وش تبي مشروب؟ تبي شاي؟ والله عندهم شاي بس ما افتح العدس. يا سلام. امسك خذ الخبز. حرك يلا صف. بسم الله. ايش ماخذ قطعه كبيره انت؟ صغيره. رجعها يلا. كل نعم كل بسم الله.
يبلها تنخس ذا وينها؟ لا لا خله مع الغداء. دجير وينه؟ النحار ذا مع الغداء. جبه جبه ترى ترى جاي مجان وش مع الغداء بس جبه. وين والله ما ادري جبه جبه دحوم حاطه عنده ذا جاي مجانا في بصل ليمون حلو 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 استهبل انت يعني بخمسة ريال قدرنا نفطر صح ولا لا؟ صراحة والله انها كافية والله والله يا سلام يوم كامل هلا هلا خبرة يا ولد ها؟ ها؟ صراحة ما شاء الله لذيذ ها؟ مسوي ذا ما ياكل فول كلهم ناكل فول آه مسوي اني يعني بفطر بانكيك و اشكل بس ايش دخلني ذا اللي بانكيك ذا فيكم بصل بصل يا شباب ترى يقوي المناعه مناعه وش اسمه بسم الله وش في تغير صوتك شكلك شام بصل ولا شيء لا حلو انا اكل بصل بس هذا مع الفلفل اوه معليش يا شباب استهبل انت 6 ريال يا بوي رجالي 6 ريال يعني الحساب مفتوح 4 تميس بريال يعني ب 4 ريال ايه ريال ريال قوي مويه نجيب بسرعه خسيت شوف نجيب مويه كبيره ذي وجيب معك كوب صغير لا لا غالي يا اخوي يشرب من فوق وخلاص خلاص الوضع الوضع طفره صراحه هذا ريال جيب مويه لا 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 بجيب كل واحد ام ربع كل واحد اي اي صح نوفر خلاص خذ 5 ريال واعطي الريال خلاص يصير معنا الحين 11 ريال ومعك 5 ريال ترجع الباقي بعد رجع 4 شوف والله ما ترجع 4 اني لا ها يلا يلا على البقاله يلا يا دحوم نبي مويه ام ربع ها دور هذه 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 اصغر شيء جيب 4 جيب 4 كم هذا؟ ريالين ريالين؟ اوه ريالين مش تروح لك برا شوي لا لا بس حاسب يا ولد الحين بريالين دي يا ابوي ميزانيه باب ها بريالين لا والله والله بريالين ليش ريالين؟ ليش ريالين؟ رجع رجع ما نقدر هذه ارخص شيء اوه هذه مويه بريالين والله 4 بريالين طيب يعني الواحده بنص طيب واجد والله واجد والله طيب ربع قلنا كم ميزانيه تسوي له انا على وين الباقي 12 ريال معنا 12 14 14 ريال رخيصه سبي يا اخي حلوه 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 يلا الواحد يشرب مويه يقول الحمد لله عاد حد ياخذ مويته هيك ترى المويه دي طول اليوم الا اذا واحد احتاج مويه زياده نشتري له الان نبي الفيلا عاد نبي بين الغداء والعشاء عندي فكره شاك اقول احلى شوكولاته بريال سكريم بريال سكريم بريال وين انت لا شوكولاته بنص ريال شوكولاته بنص ريال بس نضحي بواحد بسكوت بسكوت نضحي بواحد الكبير وش في سكريم بريال فيش سعود غالي وش سكريم معليش لحظه انا عندي لا 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 معليش معليش نسوي قرعه اثنين ما راح ياكلون اثنين ياكلون لا 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 عندي فكره ايش فيها تعال ممكن ندر اصابع كل واحد ياخذ النص لا خذ بسكوت بسكوت كبير ذا بريالين خلاص في حبات كل واحد ياكل ونغمس في الشاهي الشاهي ما يبي ايس كريم الشاهي يبي بسكوت شاي يا حبيبي نبي نبقيها للعشاء ابي عشاء العشاء في 10 ريال لعبه طقطقه لعبه مره جميله تحط جميع اسماء اللاعبين وبشكل عشوائي عجله الحظ تختار اسم ويطلع له امر لازم يسويه واذا ما سواه يطلع برا التحدي حملوا اللعبه طيب يا شباب هذا ريالين اوكي شوفوا نبي سناك حلو سناك يعني بين الغداء والفطور بسكوت نبغى نشتري بسكوت بريالين بس يكفينا كلنا حلو اوكي باقي غدا وعشاء ايه كم باقي بقي 10 12 ريال نص والله حلو ما تكفي واذا يبي عس كريم وش استهبل انت وفر فلوسك لليوم الاسود ترى شباب كل ما كتبت سناك ترى العشاء سناك بريالين بسم الله طيب يا شباب لقيت بالبسكوت نص ريال نعمة يا شيخ والله خلاص عشان أكثر من الأشياء نشوف ايش باقي شوفوا يا شباب لقيت البطاطس هذا بنص ريال باخذ اثنين ها مدير كم حساب؟ ريالين اثنين ريال؟ ايه؟ ها هذا ريالين خلاص؟ ايه خلاص يلا حطي كيف اوكي سعد جاء وش جبت لنا؟ والله فليتها ها ريالين يا شباب شوف والله جبتكم بسكوت حلو بسكوت يا شباب هذا بنص بسكوت والله حلو ذي والله وفر هذا فول سوداني فول سوداني بنص يا شباب ما خلصنا بطاطس بطاطس ثاني بصار والله كل هذه بريالين شباب هذه كلها بريالين يا الله لحظة لحظة سناك هذا غدا وعشاء مو بتفلة الحين يعني بعد الغدا ها اوكي اوكي طيب الحين ناكل سناك انا ابي بسكوت يعني بطاطس واحد بسكوت وبسكوت وبسكوت وهذه اثنين وسناك بالليل اوكي حلو تعبت يا شيخ والله قاعد ادور حلو 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 الان الميزانية يا شباب 12 ريال ايوه بس اضرب والله صدق يا اخي مقلي حساب ريالين قلت
بسكوت. بسم الله. جبن طعمه. طعم. بسكوت حلو. ورم ورم فلوس. الآن هذه لميزانيتنا يا شباب. 12 ريال. 10 11 12. والله اوكي. كنت بجيب مشروب بس. صعب ما بنيت حيلة والله. صعب والله. التحدي ذا صعب مرة. يعني لو كان شخص واحد وعشرين ريال أقول لك أوكي يقدر يمشي يومه. أربع أشخاص وعشرين ريال بس نبغى نفطر نتغدى ونتعشى وندلع أنفسنا. ترى باقي من جرجير الفول. الله. أيوة يا شباب. دقيقة في موقف صار في البقالة. ايش قال يا أخي داخل البقالة قاعد أدور بطاطس بربع. أقول له يا مدير أبي بربع هذا. قال ما في ربع وقاعد أدور معه. اخر شيء قال لي بكم الكاميرا هذه؟ قلت له ب 1500. قال انت كيف انت هذا؟ دور بربع وانت كمرتك ب 5000. هو ما يدري مسكين راعي البقاله وش فكره المقطع. طبعا فكره المقطع احنا نوريكم قد ايش تقدر توفر اذا بغيت توفر. احنا بس تعودنا نشتري لا ابغى برجر وشاورما ابغى هذا. صح ب 5 ريال تقدر ترى. صدق والله شبعنا يا اخي وبقى ترى منه. وبقى بقى من اكلنا وبقى فلوس. ولسه بس باقي يوم ما خلص باقي غدا عشاء. الان وقت الغدا اوكي طيب شيك خفت وش الغدا انا عندي فكره الغدا رز الان بس رز بدون دجاج خف بعد اللقمه كذا تجي توكلنا بعد بننزل محل بخاري بنقول عطني رز قيمه لا اول شيء اساله اساله خلاص يلا ننزل مو تجي تقول 15 لا ما معي ما معي 12 اوكي جل غدا يا شباب جل غدا يا رب يكفينا كم هذا كم ها 5 ريال رز رز وسلطه وملاعق وصماط كل شيء الله 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 كله بالجرجير مره ثانيه كله جرجير تصبر صماط يا شباب صماط كميه والله والله كبيره من محل والله بخمسة الميزانية الآن ترى كنت بجيب عود أسنان بعد عاطي الفلوس وينها؟ قبل إيه ميزانيتنا ما إيه رجع رجع كم معنا الحين؟ كم؟ كم؟ خمسة سبعة ريال سبعة ريال حلو خمسة وهنا ريالين أوكي ورهم ورهم أوريهم خمسة ريال وريال وريال يعني سبعة ريال حلو حلو وكنا عشاء خلاص معنا مويه ها ومعنا مويه الحمد لله والله صدق طيب وش العشاء كل غدا انت كل تحاول تكثر من ذا ها الغدا ترى خفيف عشان تنام خفيف العشاء قصدك ايه العشاء طيب نفرش هنا إيه. صعبه ولا يلا افرش افرش شوي حط شوي ها شوي ثم ناكل ثم شوي يا سلام وباقي ها مليان ترى مليان حلو حلو خلنا ناكل هذا اول بسم الله السلام يا ولد حطعتنا البصل والجرجير عاد بس بعد مع البيتزا حط مع الجرجير حط بصل وليمون عطلنا يا ابوي ايه شو تصرد نت ايش ترك ماكل انت ايه ترى في خيار جب جب حط حط طيب طيب والله نوع خلص علينا يا ابوي ترى ميزانيته صعبه يا ايه بسم الله سمو بسم الله سلام ها اسحب طلع تقطعها وش اسحب والله مع البصل كثر 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 ترى العشاء خفيف ترى باقي بعد باقي رز الحمد لله باقي رز الحمد لله والله اذا بغيت توفر توفر يبيها شباب الحين كافي كافي انا عندي فكره كافيات مطاعم العاب ايفون وخرابيطكم ذي الدلع اللي راح اليوم 14000 كاميرا مشاريع وشاري لي ب 14000 كاميرا انا معنا 14 كثر كثر يا شباب الحين معنا 14 ريال ما في خلاص نزل عاد خلصت جرجرنا هذا مسوي مسؤول ميزانيه ترى بطردك عط عط رز عط رز عط ابلش ترد طيب هلا الحمد لله يا سلام طيب يا شباب الحمد لله افطرنا وكلنا سناك وتغدينا حلو الحين سناك انا عاد ابي سوداني سوداني جيب جيب بدري وش بقلنا جيب كل شيء جيب كل شيء نبي فول سوداني دحم عط دحم دحم ايش رايك الان والله شيء هذا فول سوداني يا ابوي طعم والله رهيب عط عط لو سمحت احب المجمع عط لو سمحت افتح افتح يدك بس هبتين ثلاث حبات حلو حلو الحمد لله سناك حلو هوي مدير انت هي في شيء ثاني طارس جبه لا ليه اذا ما خف العشاء نحطه معه خلاص طيب يلا يا اخي بيلها شاي يا اخي ولا شيء ما في ما معنا فلوس ما معنا 7 ريال نخلي العشاء هذه الميزانيه حقتنا يا شباب 7 ريال 6 ريال بنتعشى فيها ويبقى ريال نتصدق فيه يا رب
والله ودينا نتصدع اكثر بس مع فكره المقطع انه شلون قدرنا ب 20 ريال نعيش يوم نعيش يوم كامل ونتصدق بعد. صراحه تحدي رهيب. ها نتعشى طيب نتعشى الحين. طيب يا شباب عشان الوقت نبغى نشتري العشاء الحين قبل ما تروح. إيه. وعندنا 6 ريال فقط. حلو. الخطه الريال هذا حق صدقه خلاص. الريال خلاص راح صدقه بقى 6 ريال. حلو حلو. بنشتري بريالين فلافل يعني 10 حبات فلافل بريالين، وبروح البقاله سوبر ماركت نشتري خبز صامولي بريال. طيب. وحمص بريالين ولا 3 ريال ويطلع سندويتش فلافل. طيب ما ناقصها بطاطس باذنجان يا اخي هذا شو هذا 6 ريال. لحظه اصبر اصبر خله يروح اول يسال. اسال عبد الله انزل المطعم اسال. ها للاسف ما في فلافل. سنه قال لي روح المحل ذا. اوكي سالي بشر موجود. مش ايش فلافل كم؟ ريالين. أوه. لا وعشر حبات. حلو حلو حلو. بس فلافل كم معنا؟ شرينا بريالين معنا كان معنا 6 ريال. 6 ريال واحد بقى 4. حلو ريال. طيب يا شباب الان معنا 4 ريال 3 ريال وريال 4 ريال. اوكي طيب ايش اسمنا الان؟ خبز بنشتري ويبقى معنا 3 ريال 3 ريال نقدر نحط معها جبن ولا خبز بريال. هم انا اقول. طيب يا شباب يا رب بشر الحمد لله الله وش جاي. طيب خبز تبوي 8 حبات بريال. ها و جبن الله حلو واو واو. بقى معنا زي ما قلنا ريال، هذا خلاص بيروح صدقه خلاص خليه هنا بنصدق بعد شوي. الان بنتعشى فلافل ساندويتش فلافل بالجبن. طيب يا شباب بسم الله اول ساندويتش سلام صامولي احط جبن اول بسم الله. الميزانية والله انها تشبع والله الميزانية والله ترى جبن ترى 8 يعني كل واحد 2 يعني جبن حال اصلا يكفي خلاص. بس حط لي ابويا فلافل 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 لازم تقسمها. ها اقسمها 2 الواحدة اقسمها 2 صار والله. ايه يلا حط شغل بلدي ما عليه. يلا يلا كفيك لا حتى لا حطة ثانية يا اخي انت بعد لا خلاص اخر وجبة حلو اخر وجبة بس يا سلام شوف حلو واضح ارفع اوه والله انها حلوه ممتاز مو شيء ابوي. طب وش من بعد جاء وقت العشاء وش اصبر خلاص قم شن. طيب من يبي يا شباب كلنا يا ابوي ليش انت اللي ليش شو ذا اخر وجبه خلاص. يلا يا ابوي صلح لك كل واحد صلح له. يبي من يبي صلح لي انا عطني. يلا شباب كل واحد صلح لنفسه عاد ما فاضي لكم انا. وين اللي ما يبغى فلافل يقدر ياخذ جبن بس صح. لا لا ممنوع ممنوع. ليش لا ممنوع عاد وش ذا لا تفيد تفيد الله لذيذ صراحه. بسم الله ولو اخره يا سلام شملك سعد والله ما يعطيك. ما اخذ انت ما اخذ انت عطني عطني حق سندوتشين بس ما تعذبنا. مويه مويه عندك مويه. طيب يا شباب الى هنا وصلنا لنهايه الفلوج. ان شاء الله انكم استمتعتوا والاهم استفدتوا وفزنا في التحدي. وفزنا في التحدي 20 ريال يوم 19 كامل 19 ريال وريال صدقه الحمد لله الحمد لله. فلا تنسون ولا تحرمونا من زر الا هاي والاشتراك في القناه. بنكمل عشاء الحين خلاص وينتهي يومنا و إذا عجلة الحظ اختارت الصورة حقتك لازم تنفذ الأمر اللي يجيك ولا تطلع برا التحدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم من زمان عندكم والله. بس قبل ما نبدأ يا شباب لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة. عجلة الحظ فيها الصور حقتنا وفي عندنا أوامر. ورم يا سعد عندنا هذه الأوامر يا شباب. أوكي صحيح. إذا جات الصورة تبعك تسحب أمر ولازم تسوي الأمر هذا. أوكي حلو. بس الأوامر ما في رحمة. ما في رحمة. في يمكن فيها شيء زين ولا لا ما في شيء زين والله ولا واحد ولا واحد. حلو مستعدين؟ طيب جاهزين جاهزين. هيا بينا الجولة الأولى ونشوف عجلة الحظ إيش راح تختار. بسم الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال
الان اعطوا لنا تعال اسحب حبيبي راح تروح فيها والله ما اروح فيها وش اروح فيها يا رب بسم الله يا رب يا رب يا رب وش تطلب من المطعم وانت تغني صوت نبي الحان بالله صوت ها ما تقول ابي برجر مع جبن بالله سعود والله صعب اخاف يهاوشني راعي المطعم خلي هو قل له هي الحساب تكفى عطنا لحن نبي صوت بسخن بسخن بنطبل معك انه وكذا نعطيك اعطوني لحن اعطوني لحن كذا يا حبيبي اخترع لو سمحت واحد برجر برجر ضرب السكف والله على اللحن ما ادري نروح المطعم ونطلب نشوف السلام عليكم وعليكم السلام مديري الله يقول لك دقيقه لو سمحت واحد برجر سبايسي تشيكن والحجم وسط سبايسي ماك تشيكن يس حجم وسط مشروب بيبسي وكثر الايس ايوه كسانيبس خلاص شكرا لك اشوفك قدام ثانك يو الحمد لله يا ربي رباجاني الله ينوريكم والله ينوريكم بعد يعني اذا جانا مره ثانيه بعد نسحبه خايفين منه طلب والله فله شوف انبسط هو قاعد يقول لي اوكي اوكي جاء طلبي والله سويتها يا سعود صراحه ما يعني شوف ترى في فايز بالنهايه يعني قد اسوي اوامر بلاش لا مو علشانك قاعد تعرق هنا خايف والله ما خفت والله ما خفت طيب شيك وش انت تقول له طيب يا شباب انا الحين سويت الامر اللي جاني الان جوله جديده ونشوف الحين الجوله الثانيه يا شباب يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب اخر واخر مره انا ما بجاي انا عبد الله كمان شيلو كمان ايوه تعال يلا عبد الله اسحب بسم الله بسم الله يا رب يطلع على شيء تشتري لنفسك من البقاله وانت مغمض شباب اخيرا نروح السوبر ماركت ونغمض عيون عبد الله ويشتري ما ادري ما لي دخل انت مغمض ندخلك بقاله مدفك يلا ايوه وصلنا للسوبر ماركت يا شباب والامر اللي جاء على عبد الله انه يختار وهو مغمض يعني ما ندري وش ممكن يختار هل انت جاهز بخشمي واحد اثنين ابدا والله الامر حلو ترى يا شباب الامر اللي جاء هي خلاص خلاص في وقت عطى شيء دقيقه كل شيء فاضي اي ما خالف شكل تعب تعب مشتاق ينظر اكثر منه ذا روح والله ايوه خشش هنا عند المنافيه خلاص لا رجبك خلاص هذا الرسول شو هذا الرسول ايوه والله حاجه زعدينا ايوه حلو يا جماعه استمر ايوه ودي امصحه ايوه هذا الرسول حلو ايوه خذ وقت ايش خلاص باقي 10 ثواني يلا وش والله حلو كمل انت معلك كمل يلا شوف كمل اوف سعد ايه يا خدري ذا خلاص ستوب وش ذا سعود مو بعقاب وش المناديل ذا نصها مناديل يا ابوي مو بعقاب ذا مكافأة والله مكافأة يستاهل الأمر اللي جاء يلا خذ اللي طلع لك تاخذه ما لنا شغل يلا الحين نشوف الأمر الثاني أو الثالث يلا طيب الآن جولة جديدة قبل شوي خلص عبد الله الآن بسم الله وجولة جديدة يا رب أنا خلاص تعبت وش دخلني بسم الله الرحمن الرحيم تعال اسحب بسم الله بسم الله يا رب يطلع لي شيء قوي ورني ايش تنزل تشتري بالبقاله برجل واحده تعال يلا انزل والله مو بزين يعني اي عادي ما في حبيبي تجي بسم الله طيب طلع انه يتسوق برجل واحده هل انت مستعد لا والله لوريك انا اللي اسوق انا اللي اوريه جاي عندي وماسك راسه ذا ارفع رجلك كذا يعني ايه. ايوه يلا تتسوق برجل واحده اوكي ولك دقيقة واحد اثنين ابدا هلا سعد خذ اللي تبي
والله شكله يضحك. هلا 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 والله سعد. ايوه رجلك مرفوعة. لا لا خلوه خلوه شوي، هلا اعطوه فرصة، اعطوه فرصة شوي. وسعد راحت 20 ثانية. بالكنغر. هلا بالكنغر. ما اخذتونا؟ ما اخذتونا. شطه يرعب. شكله يضحك. هلا هلا كنا مستر بن. بعيدة. بعيدة مرة. يلا هي 40 ثانية. ارفع رجلك. ارفع رجلك. ارفع رجلك. ايوه ايش تبي ايش تبي؟ وخر وخر ما رجعت والله اكله فسحه فسحه مدرسه تونا. باقي 10 ثواني 10 ثواني سال زبادي 10 ثواني سال يا جماعه 10 ثواني 5 4 3 بيعت اللحم 2 1 ستوب. والله تشبعت ترى اني تعبت والله تعب والله رجل واحدة غير محسوب غير محسوب لا امهص بس يلا تونة وزبادي فاضي خلاص اللي معك هو اللي بندفع لك يلا طيب الان بنلعب جولة جديدة ونقول بسم الله من يا ترى يلا سعد ام عبد الله ام دوري جاي خير مالي دخل دوري جاي هذا تتحب اشتغلني انا تعال اسحب يلا اسحب يا ولد خلنا انزل انا انزل شو وين اجوم ايش هو نسحب من المحفظه حقتك فلوس تعال وين يمين وين المحفظه حقتك طلع يمين يمين طلع طيب طلع فلوس طلع بس اول شيء ورني كم في فلوس الله ريال و500 و100 و500 والله والله يا رب لا لا وش عطني اياها بس خلاص هذا جنب بعض وكل واحد مننا بيسحب نفس ما جاء في الامر بس بدون ما يشوف يلا طب بس اذا ترى اذا سحبت الهواء اللي كل هواء اي الهواء يلا دوري إيه يلا حط عشان بعد زين اوكي يلا غمض غمض اصبر يلا يلا الله اوكي انا اخذت الحمد لله خلاص يلا اخذت خلاص انت اللعبه يلا ما انت يلا حط اسحب روح باقي 100 500 حاول اني اصيد يا رب 500 يا رب جرب يلا 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 ايوه يلا مالي دخل مالي دخل 500 خذ من 500 500 يا ولد بسم الله وجولة جديدة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب سعد دحوم 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 باقي امرين خلاص ما يحتاج ديش كبير يلا دحوم عندك امرين بس يلا يلا اقرا اقرا وحط عند الكاميرا حط عند الكاميرا عطنا اقراها تلبس ثوب وشماغ وبشت وتختار اثنين ينزلون معك يسرون لك. ليتس جو! وش ذا؟ هذا امر حلو لا لا اختار سعد وعبد الله عمك ليه؟ ذيك المرة قاعد يقول مسح لي، من هذا يقول وكلني. اوه فانيسا! فانيسا! وش ذي؟ يلا يلا بسم الله. دحوم يلبس ثوب وشماغ وبشت وكشخة ويروح سوبر ماركت. واثنين انهم هذولي ابغى اروح مطعم بعد. لا لا. ابغى اروح مطعم. قال هو. طيب الان انتم بتدلعون دحوم. اليوم دحوم انزل طال عمرك يلا ولي وجهك مشني ها شلني شلني بس سكر لك يلا 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 اسمع الحين انت تتدلع شوف بالبشت والحركات والامور تدخل السوبر ماركت وهم يشترون لك اللي تبغاه بس بعدين اسمع بس تبغى بس اسمع بقول شيء انت تعال تهمزني وانت ابغاك تشتري اقول انت اختر اللي تبغاه يلا يلا افتح الثلاجة يقول افتح الثلاجة ما تنفتح افتح بس ما تنفتح لا خلاص سكت هي مو بتعذيب هذه لا ادخل كنا افتح الثلاجة اسف ايوه ابغى الثلاجة ايوه يبي أيوة. فهمتوا انت اللي تدفعون بعد فهمتوا بشت يلا الله يلا فهمتوا بشت ابغى الكافي هذا ايوه ولي وجه دحوم والله كشخة يا عيال جيب ها كيف والله راحة نفسية شوف 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 ايوه ايوه يلا لا ابقسه تكتب قسه ابغاه يلا اطلب اللي تبي ابغى ذا يلا عطى شيل 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 انا شفت شاي اثنين ايوه الله ايوه
قومي ما شاء الله عطي ما شاء الله. ابغى ذا الملعق اسلمك الله. يلا وابغى هذا ال يلا حرك انت وياه حرك جبها. وش تشتغل انت؟ ايوه اشتغل هذا هذا وجيب لي هذا الملعق. ايوه ايوه شاطر اقسمها طال عمرك. يلا يا ابوي يلا يلا. ها انت وين تروح؟ منك منك. وش تبغى؟ ابغى جيب لي ذا الذره معك. جيب لي ذا العصير ذا جيب خلص بس وطير على قالك. ها يا ابوي خلصت؟ اسمع بعدها ابغى اسوي صور انستغرام. طيب وصورك انستغرام زين. ها دحوم اخر شيء تختار. ابغى يا حبيب قلبي تعال. يلا والله طويله. طب المفروض يشتري لنا شيء مكان. ها؟ ما اخذت شوكولاته؟ ما ادري. اخلص علينا خذ شيء. ابغى منديل. لا وين منديل؟ يا اخوي خذ بسرعه اي شيء. يخلص ترى لا شطني. خذ شيل لي هذا شيء. يلا خذها. سم لايك واشتراك بالله دعموهم تكفون. والله العظيم انه احلى من الناس. حبيبي الله يسعدك شكرا شكرا. والله ختاميه رهيبه صعبه. لا لا والله اي والله. طيب يا شباب اتمنى هذا التحدي او الفلوق اعجبكم. طبعا الهدف زي العاده تغيير جو ساعه صدر تضحكون نضحك. وحظي سيء اليوم. وانا حظي سيء قاعد اغني للمطعم. بس طلبت يا اخي طلبت وجبه وتغديت. وانت اخذت صح وشليت من المتسوبر ماركت. صدق تراني جوعان انا ما تغديت. طيب يا شباب لا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناه. نشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي. مع السلامه. سعدون سعدون اول واحد راح ينزل هو سعد. اوكي بنوديك محل. وش تبغى؟ ابي شيء فيه الكترونيات قراشيع كذا. وش قراشيع؟ قراشيع ما ادري الكترونيات. بس شوفوا قبل ما نبدا قبل ما نبدا ها ترى الهدف ساعة صدر وضحك. يعني لو شريت لك هدية مو حلوة ما في زعل صح؟ لا ما في زعل. ليش؟ تزعل؟ لا 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 خلاص يعني لا حد يكتب التعليقات انه ليش يا اخي شريتوا هذا كذا. عادي احنا متفقين ان هذه الهدف منها ضحك نغير جو. اوكي؟ اوكي اتفقنا. جاهز يا اخي استمتعوا استمتعوا حلو. الحين اجيب الواحد شيء. مبروك الاجازة وان شاء الله تكون سعيدة. ان شاء الله. بس قبل ما نبدا كثير منهم كانك تفلت عليك. معلش قلنا هدايا مو بزينة بس قبل ما نبدا تنسون زر اللايك. كثير منكم يشوف الفيديو والله ما يضغطون اللايك. اني زعلان شوي. اي ترى الحين انا اعرف ايش بعد سعود يرضيكم. سعود يزعل يا شباب الله يحرم. احس يقولون ايه نجيب لكم معنا هدايا يا شباب. يلا اللايك سحب لايك واشتراك تكفون. طيب الان وصلنا للمحل الاول. اول متسابق هو سعد. ما في مسابقه ذي. هي مسابقه بس يعني امسك الكاميرا وانزل. الان بودي اخواني كل واحد محل. انت محل ملابس. ملابس اي. وانت وشو انت ايش تبي؟ ها؟ انا بقاله سوبر ماركت. خلاص يلا اوكي. وانا محل العاب. طيب لحظه انت تطول علي انت. يلا خلاص انزل روح. انا بوديهم والله ترى بتطول علي بجيب لك شيء مو بزين. لا لا سعدتك ضبطي وضبطك. ها سعد 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 فوز. انا همس همس همس. وش جوال يا ابوي؟ لا تجيب لهم ذيلا على بكلهم. همس بسمه تكبيس الله يعافيك. يلا يلا الان سعد بينزل وبتشوفون الكاميرا عنده. خلاص كل شيء معلم منك. حلو امورك معك. وبودي اخواني كل واحد المحل حقه بعدين. انا اخر واحد. واضح واضح. يلا انزل. طيب يا شباب توني واصل صراحه ما ادري ايش اجيب لهم. يعني في كل شيء زي كذا. ها روب فوط ما ادري ايش اجيب صراحه. يعني بس انا افكر من سعود يبي شيء كذا مزرعه حديقه عرفتوا شيء زراعه. طيب يا شباب زي ما تشوفون انا شريت هذه لسعود. شوفوا والله حلوه هذه. يحط فيها كانها كوب لكن يحط فيها تراب وزرع. وهذا شريته شاور. شوفوا دش. شريت ذي الارضيه عاد اتوقع ذي عبد الله. وهذا الدحوم. وهذا لسعود. هلا والله انا الان وصلت محل الملابس. بس ما ادري صراحه شاخذ لهم. بس انا بسوي حركه باخذ لسعد مقاس صغير ودحوم باخذ له مقاس كبير. هذه مفترض سعود يلبسها بس بنعطيها دحوم. انا عارف ان شو اسمه سعود ما يلبس الاشياء فناخذ له هذه. اوكي شباب وصلت سوبر ماركت. لقيت بيضة كندر شباب. طبعا كاميرا شوي على ثقيله يعني بس لازم اصور لكم. اوكي هذه لسعد. طب لقيت من هذا او بقر ذا بشتري هذا لسعود. كيس سعد لا تقول شيء ما جبت لي شيء. يلا هذا كيس. طيب يا شباب الان جاء دوري ومحتار وش اشتري لهم. محل العاب شوي صعب صراحه بس بحاول بسم الله. اول واحد بشتري له سعد. طيب لو اشتري هذه لسعد يعصب علي.
والله يخاف منه اصبر. ابى اشوف بحاول اشتري لهم هدايا يعني حلوه بنفس الوقت تضحك. قررت اشتري هذه، شوفوا تضحك، بشتري هذه لسعد. شباب قررت اسوي مقلب في مين؟ في عبد الله. ترقبوا المقلب. هذه حقه سعود، جبناه لمقاس لارج. الان جاء دور سعد. سعد يا جماعه الخير شوفوا قاس 34. بجيب لسعود هذا بنطلون يا جماعه، وشورت، هذا شورت. بجيب له ذا، والله يا اللون يعني شوف كيف، شوف شوف الذوق، شوف الذوق يا اخي، برتقالي مع بني. ايش تبي اكثر سعود؟ ايش تبي؟ ايش هذا لعبد الله؟ اوكي سعد عاد لازم اراضيه، عاد هذا شيء يحبه هذا، حبه. اوكي اوكي شباب، بشتري شيء غريب. شو اشتري؟ ابشتري اوريو تقليد هذا. اوكي لعبد الله. اوكي هذا سعود عشان نلحق عليه من زمان. هذا عرفتوه؟ اوكي بس كتبوا لك. بشتري شيء بعد. حب الله. عبد الله يوم بدلع من اخواني، عبد الله يحب هذا شباب. ها بس يا سلام. لايك لايك. حط لايك شيء شيء قاعد. حط لايك. والله في هدايا كثيرة ومحتار. العروسة السعد. الآن بأشتري الدحوم. أفكر أشتري شيء رهيب يعني عشان ينبسط. وبنفس الوقت محتار. هل اشتري شيء يضحك ولا اشتري شيء حلو ولا كلها؟ قررت اشتري الدحوم سيارة لامبورجيني هذه، ايش رايكم؟ ولا تدرون انا احب السيارات الكلاسيكيه، بشتري السياره ذي. دحوم السياره الكلاسيكيه هذه يستاهل. اشتري لسعد هديه ثانيه، بس احنا معي اليد واحده عاد، معليش هذه ما ادري وش ذا، جوكر ولا وش. اما عبد الله بشتري له هذا حق الملابس عشان يكوي الملابس، يعني على الاقل يستفيد منها. طيب يا شباب جاء وقت الحسم بدون زعل. اوكي بدون زعل، وش دعوه هدايا هي. اول واحد نزل مين؟ انا. يلا انت بسم الله من عندك نبدا. من يبي هديته؟ انا ايش جايب لي بالكبر كبرته؟ يلا اول شيء انا ايش جبت لي؟ بالله جايب شيء حلو. كيس ثقيل ها. والله وش شكل اغراضك واجد انت يا ولد. جيب طلع الهدايا. سقع جايب لك شيء حلو. انا سعد نصاب. سعد ترى جايب لك شيء. سعد جايب لك شيء. جايب لي شيئين. حق زراعة. حق زراعة على شكل كوب. فخم ذا يا اخي. والله لك كوب. والله صدق جايب لك شيء ما يواجه ذا. نصاب بالله. جايب لي. هل شفت شيء ثاني؟ لا انت خلاص. بس؟ طيب الان دور مين؟ عبد الله. هديته حلوة. دوري انا؟ يلا. كوب على شكل حوض زراعة. ايش جايب لي انت هذه حقت ال وش ذي؟ اللي نط عليها هذه اللي تشوفها في المدخل. ممتازه ذي. وانا يلا يلا يا اخي حطها عند الغرفه ولا شيء. حطها. والله حلوه. والله حلوه ذي. سر حلوه. ودي خليها حلوه بس ماشي. اي والله ماشي صراحه. يلا 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 يلا. وش هاي؟ ايش فيكم؟ مروش. شي؟ جبنا شعب. ايش سالفته؟ مروش؟ مروش. موي. كلهم بعد. يعني يين راح تروش انت؟ المو في البيت خربان هذا بداله. وري ايش ثاني؟ ايش ثاني؟ مين؟ فاتورة بس. انا اقول الحمد لله. بس الان دور عبد الله نشوف ايش الهدايا اللي اختارها لنا. اول شيء انا ابدا. عطني انا هذا. لا هذا سعد. يلا وش دحوم اقصد؟ دحوم؟ هذا دحوم. فرحان انت؟ شوف المقاس، شوف المقاس. مقاس لارج. والله حقي ذا، حقي انا. عبد الله نارت. حقي انا. ما يدري ذا انا وصلنا للركبه. كبر ذا خلاص. جايب لنا نارت اساس انك. طيب ليه الانتقام ذا؟ ما ادري عنه، ورني ايش جايب لي. وهذا السعد احلى بنطلون. بنطلون وش اللون ذا؟ جايب له طقم، هو الوحيد جايب له طقم. والله ودي اشوف شكلك كنت لابس صوام. والله وش جايب لنا تيشيرت؟ هلا بالطقم البرتقالي مدري الاحمر. مين ذا؟ انت. نصاب والله طقم. احمد ربك والله حلو. يعني هذا البس مع ذا؟ ايه من جد ذا؟ والله وجايب له حلو. والله حلو يا اخي. مراعي له شوف جايب له اس بعد. احمد ربك. البس الحاله يلا. البس البس. ترى جايب لك شيء زين. جايب لي والله. والله يسوني. والله يسوني. تستاهل. باقي انا لو سمحت. وهذا لحظه لحظه. وانت بعد شيئين نسيت. الله ورني. جايب لك هذه لانك انت تحب البولو. لا ما احبها.
جبت لك فنايل المدارس. حلو هذه سعود، ترى هذه الموضة تسوي بها كذا، ترفعها فوق يطلع موضة هنا. جايب لنا والله ما احبها ذي، مختار اللي ما ابغاه. ادري انه ربك بس والله يا سعود جبت لك طقم. وش ذي والله؟ احلى شورت. حلو ذا والله، حلو والله جامد، بس المقصد انه يكون مع ذا، وراك انبسطت انت. انا هذه بلبسها لو ايش؟ البسها بلا مقاس. وش هذا؟ حلو سروال والله. سعود مراعي مقاسات لارج لارج. حلو الحمد لله، هذا احسن واحد لله والله. وانت والله هديتك حلوه. وش ذي يا سعود؟ حرام عليك، انا احسن واحد. لا كم سعر سعود؟ سعود دوره باقي هذا. يلا هذا راح سوبر ماركت نشوف ايش شرى لنا. هذا كل واحد شيئين. يلا او شيئين. حلو حلو. انا الشيء مين هذا؟ من هو ذا؟ ذبذب سعد. سعد لا سعد اخير. اوه ابدا بسعود سريع. يلا بسرعه. اوه اشارك لحق عليه. تحب تصلح طب كم تسوي؟ مستغرب انت 60 انت انه ذا خلاني امري. حلو حلو. لا دقيقه انا يلا عطى انا. اي انت انت اوكي. سعد سعد ذا سعد ذا يا ولد الخبر. عطى ايوه عطى يا عطاني حلو بقر. والله مدلعك الحمد ربك يا جماعه. والله ذا سعد لاني اخوك الكبير. بس انا تقليد. انا اي تقليد جايب تقنيت اوريو تقنيت. عطاك لا يلا شباب دورنا في شيء ولا وش؟ ثلاث اشياء قلت شيئين سامع. شكلها مضيع. جبت ذا جبت ذا. لحق سعد اقول لحق سعد ذا يرحم حط يده عليه. يلا نبدا حق سعد. وش قال حلاوة بقر؟ والله ولا يدخل ولا يدي. بس يعطيني اوريو تقنيت. مضيع الظهر وش الاغراض؟ اي ناسي. طولت علينا يا دحوم. حطوا كيس. والله تذكرت انا معطي ثلاثه انتم اثنين. لا 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 واخلص علينا انت ترى طولت. ليه ذا؟ ايه ذا الكبه. اوه شو ذا؟ هذا غالي. بسكوت بيضة كندر. بيضة كندر حلوه ذي بس فيها لعبه يعني. وس عبد الله والله اكبر. والله هذا اغراضه عبد الله. خلاص هذا ذا والله جميله صراحه. انا لحظه هذا فكر انا فكرت شيء. عرفت عرفت حط شيء ها؟ لا كنت بشوف بجس النبض انا. وش مسوي؟ جايب لكم هدايا مخيسه بس بشوف. جايب شيء جديد؟ والله اني مدلع. عبد الله والله جامد. هذا اللي فيه انا اظهر الكيس حقه مليان. احسن اني جبت لك يا سعد فيه. انا دحوم كشاف. كشاف كمان. عليك شيء كمان. هلا انا في ثاني؟ انت سعود مسامير بس خذها. والله ذكي لا والله ذكي لا بس ذي بس كويس اعطيتني شيء حلو. كنت بشوف من اللي يجيب لي شيء زين. اذا جاب لي زين اعطيته، اذا ما فيه اخذته. والله لا قسم بالله. بس والله هديه. خلصتوا؟ خلصتوا؟ انت جا دوري. انت محل العاب. استعجلت. تعالوا استعجلت ما تبغى. اي مسامير انا اوريك. والله اني ناسيك والله. من اللي لك الحين انا ولا تعال؟ تعال شيل شيل شفت هديتك ذي ما عاد بيمسكها. تبي حلاوه بقر؟ امسك امسك ذا الكوب. امسك السروال امسك. عطني هذا. عطني كيس حقتي عطني كيس حقتي. دوري وسعد ذكي استعجل. ترى ذي مو قصدي. هذه اللي انا بصلح في البيت. لا لا ما تصلح في البيت. الهديه الاولى لسعد. لا 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 حربني النادي. لا تناظر كذا. ايه عشان ثاني مره ما تعطيني مسامير. دور عبد الله. لا دور دحوم سوري. دحوم والله اني مدلعك. سياره كلاسيكيه رهيبه. والله بالعيون. سعود لازم تراعينا يا اخي. انا معاك شيئين. انت معطيني سروال ضيق انت ولا ايش؟ ما معطيك نارج والله نفس مقاس. لا بس ترى كان يقول البسه مع بعض. ايه ما يناسب قلاب. لا ما اعطيك بولو ذي ما تحبها. ايه تعال عشان جبت لي مقاس كبير ذا جبت لك مكوى. اكوي ملابسي يلا اكوي ملابسي حمراء يعني ترح مره. يا اختيار ترجع مين واحدة هدية؟ تكوى صرت جايب لك حرام. وش الحين؟ اخر واحدة صراحة في التصوير يوم من دوري في المحل قلت جايبها لسعد كذاب والله. هذه وش
حلو حلو حلو. جواب بيصير حقك. تدري كم سعره ذا؟ شيكسات 80 ريال. خذ ربك والله غالي. والله اشتغل اشتغل. والله هذا حلو في المكتب. عشانك حطيتني الحوض الزراعي. لا انت كنت ما عندي بيه ولا؟ لا لا بيه. بس عشان حتى ملابس عندي خلاص شوف تبيها كذا انت؟ لا لا خلاص هذه هديتك مقبوله ما عليك. طيب كذا يكون خلصت كل الهدايا. انا اشوف الصراحه افضل واحد جابنا. لا والله انت جايب سروال ما ادري ما عندي. سولارد ما تبي سولارد. انا احسن واحد جبت والله. هذا احسن واحد. انا المفاجئ اللي سويته والله هذه هذه والله يشكر. انت جايب اغراض ما تدري لمين. نسيت صاير كنه ابو هذا المين. لا وترحم جايب ابو بقر ما ادري وش ذا بقر. ابو بقر يا شباب سر اللايك ورسالك في القناه. شوفكم ان شاء الله مقطع جاي الهدف ساعة صدر وضحك ونغير الجو معكم. لايك واشتراك تكفون ولا تنسوا تحملوا اللعبة الطقطقة تحت في صندوق الوصف. شوفكم ان شاء الله مقطع جاي. مستعدون اول واحد والسعد بنروح المطعم طلبات سياره سعود والطلب اللي قدامنا يحدد السحور حقك. بسم الله سعود بدون مقدمات رجاء. طب لو صار السحور مويه مشكلتك؟ لا يا والله بالعافيه المويه. ولا بعد كذا عبد الله بعدين دحوم بعدين انا انتم نفسي لا, لا هذا بيحدد المتابعين. لا تكون يا متابعين انتم متابعين اثنين متابعين وانت حظ انت حظك ايه؟ ها يلا الان بنطلق المطعم ونشوف ايش يطلع السحور. يا الان وصلنا بنطلب نفس طلب السياره اللي قدامنا لسعد. تكفى تكفى. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. انا شفت السياره اللي قدامنا ابغى نفس الطلب بدون ما تقول لي. تامر عمر يا سعود شيء ثاني عرفنا ذا هو. شكرا حبيبي بس الله يعافيك. تكفى اللي قدامنا تكفى والله. تكفى سعود اليوم عليك. سعود هو عرفنا خف يضبطه. اي والله صح والله يمكن يضبط كنت اي وش والله ما شاء الله طلعنا مشاهير في المطاعم. والله بس ما شاء الله مش تتوقع اللي قدامنا طالب. هو شخص واحد واضح يا اخي. الان بندفع حد طالب ايس كريم بندفع وبنشوف الطلب. لو جمع ايس كريم سعد يحظك حظه بس يلا الحين الحين بندفع ونشوف ايش الطلب. الحمد لله اول جود هو از ذا اوردر يا ودع كمي. He's hungry. Oh, this one. الله ما ادري ايش يقول بس يلا عطني السحور. والله يا ويلك. والله يا ويلك. شوف اسمع. يخوف. بعد هذا بالمتابعين شو تصيح حلاص. بعد هذا المتابعين بيختارون له. انا اثق بالمتابعين. لحظة قلنا نحدد صح؟ اي مطبق. طلع له مطبق وتونه. لا يا شيخ لا لا كذا عاد متابعين هذا اوف جاك اثنين بيبسي بعد عمري واحد لي سعد خويي. لا هذا دور زين في السحور يعطش. اي هذا ما يخالف ترى كله سكر. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو ثانك يو ثانك يو اي ابريشيت ذات. اقول افتح بس الطلب هنشوف وش ها. يا بعد عمري يا بعد عمري يا بعد عمري برجرين نصاب برجرين وبطاطس. ها واحد لي واحد لك واحد تبي انت مالك. تدري كيف الصف جاي كذا شوف. سعود سعود الصف جاي كذا. لا مالي دخل مالي دخل يعني انا وياه برجرتين والله. امسك مسح دموعك. طيب شباب مو بالحين سحور اللي وصلنا صدقت انا متسم لي الحظ هنا يا رجل. تكفى سعد وحده. طيب شباب الان بنروح المكان وبنحط المتابعين يختارون لعبد الله. جاهز؟ جاهز. طيب يا شباب الان دور عبد الله. عبد الله صوره الان في الانستغرام حقنا تمام والمتابعين بيختارون يا مطبق يا تونه. حط تونه. ايه ليه ليه ظلم؟ لا مو ظلم مو ظلم مطبق حلو تونه ما عاد سحر تونه. صوره صوره صور يلا. ايوه يا سلام. الان نعطيك كذا 10 دقائق ونشوف التصويت ونرجع لك. طيب طلعت نتيجه التصويت. بسم الله علمنا يا سعد. بسم الله يا شباب. يا رب وتر يا تونه يا مطبق ومطبق. مطبق والله اختاروا له مطبق. حلو مطبق حلو هنا سحور مشبع احمد ربك والله. والله اني كنت خايف يا جماعه تونه. يا جماعه تونه يا جماعه. يا اخي كنت هضم وين صوره صوره. هذا ايش يقول؟ هذا يقول غبنه يبغى هذا يا رب يعطونه. وش اختار له ذا؟ انا اختار له بيتزا شيء حلو بيتزا
ولا خبز خبز خبزة توست صامولي توست توست هذا 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 العدل يلا بيتزا يا رب يجي خبزة صغيرة كذا ما يجي بيتزا يلا عشر دقائق بنشوف النتيجة توقعاتك يا دحوم بسرعة انا اقول توست انا اقول بيتزا لا بيتزا وانا النتيجة صعبة بيتزا بيتزا محظوظ بيتزا محظوظ والله محظوظ يا والله يا جماعة حظ كلكم حلو انتم هذا ها طبق والله حلو ترى الثنتين ماش بس عشان انت وش وضعك انا حظ وش يعني بين رز لا لا ادري قدام لا بين حظ لا انا حظ لا لا هو عجلة حظ. انت نسوي لك عجلة عجلة حظ عجلة حظ ونختار لك اربع اشياء ولا ثلاث اشياء يلا يلا نسوي عجلة حظ واذا جت تصير لي الطلب اي بس بمزاج نختار يلا اختار ها وش اخترتوا لي اول شيء عندك رز حلو وفول وشاورما يا رب شيء حلوه وشيء حلوه كذا والله شيء حلو الرز سحور يا اخي ما تقدر تسحور شغل شغل عجلة بسم الله يا رب يا رب ايش وشو سوى ايش هو وش طلع فول اكبر خير ان شاء الله فول شو حاقدين عليه انتوا ايه فول فول نايم يا اخي حظك زين اقسم بالله واحد اثنين ثلاثه اقسم بالله العظيم لا اكل برجر قدام عيونك وتشوف عين تشوف فول ومتى متى الساعه 3 عشان فول اقرا يا شباب فول بدون مويه ترى فول يا عيال خير عيال ارعم عيال انت مويه بتاخذ وفول انت اوريك والله اوريك ايه شغلك والتحديات الجايه قسم بالله تخيل تسحر فول وش ترك دام حظك زين انا اوريكم الان بروح هذا ببسيين بس خلاص انا اوريك ترى عبالي انا الحين انا ابغاه مره ثانيه اكل عقدين اتغدى ويتعشى فول يا سلام بروح نشتري فول لي وبيتزا لدحوم بعدين بروح البيت وهذا طبق ونشتري نطبق نطبق مع فول ها ونشتري هذه الاشياء وبنروح البيت بعد كذا بنسوي فعاليات في البيت حلو كيرم اونو بعدين بنتسحر اوكي السحور اللي طلع لنا الحين يلا جاهزين جاهزين طيب يا شباب وصلنا البيت الحمد لله قبل ما نتسحر حبينا نسوي فعاليات رمضانيه اول لعبه بنلعبها اللي هي كيرم جاهزين جاهزين تعال كسر راسك انا دحوم انت وياه لا لا كل واحد كل واحد لحاله كل واحد لحاله اوكي بثبت الكاميرا وبنلعب جيم كير كيرم كيرم هذا عشان عشان تحرك فول جاهزين جاهزين جيم على السريع بطل الكيرم العالمي اي يلا حياك الله بطل الكيرم يلا بس يلا روح روح منين انا بقي يا والله ترى فنان هذا بعد فنان يا دحوم سريع اوه اوه على البداية والله ولا واحد جابين الان شيء سريع اوه يبي لي هو يبي لي تحدى تحدى علي يا ابوي واحد من يفتتح التسجيل اقول لكم شيء كل ما ذكرت الفطور يفول ينقص صدري مو فطور سحور ده سحور صح عشان الواحد صار سحور فول لا لا يضع لعب المضمون لعب المضمون ايه غطى عينه والله ما مشكله في تعذير جابها جابها نعطيني فول جبها 10 ترى هذه 10 توك دقيقه دقيقه هات بديها تعال هنا حلو 10 10 والله صديقي اوه يا ربان 16 في جائزه هنا الحين اروح اجمع وش انا فطور انا سحوري سيء ما معطيكم شيء يا سلام مدام سحورك سيء يدفع والله عبد الله عصب وين الخمسين جبها 5 ريال يلا 5 الحين 15 تو يلا ها يلا يا شباب يا خمسين حظ والله حظك سيء ايوه فرقع اوه نصيب اوف طلع من الشبكه طلع ايه نضح تسرق ايه ما طاحت فيه واخر بس يصير الدهر قطع عليه يلا 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 كم معك انت؟ 25 انا في الصداره الحين انا معي 15 تبدل 10 لا لا 10 انا معي هنا هنا حبيبي ايش فيني انا؟ مستواك مستواك طيق يا اخي اوكي 50 شوف 50 شوف 50 شوف شوف شوفها ضبطت لك ضبطت لك لا لا نبغى الكيرم ها؟ اوه قريبه من عندي يا اخي انا شفتهم في اليوتيوب يلعبون كذا عادي اي لا 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 ايوه بعتها من القطعه حطها في صدره هذا اللي يلعبوا بس ايه 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 المضراب طلع رجع رجع 5 رجع 5 عقاب يلا العب اوه الا الا مسموح 50
لو سجل واحد احنا 5 مسموح؟ اي مسموح. رجع والله يا ناس دوري خصم لو جبته لا حرام ما يبي 50 يا اخي 50 يلا انا ودي ما تبغى 50 ها اوه يا سعود حداك ما سويت انت بس 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 لا الخطا الخطا ضاعت يا 50 اوه بس 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 ركز ركز لا 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 هي اصبر يا اخي على غله غله يلا العب ايه على كيفك توش كيف ذا طحيتها واحدة من غير شعور تبذيا محترق يلا زبطك انا زبطك من اليوم والله بس يا اخي العب زين زبطني هنا عشان اضبطك في السحور ما في ما في شك فبرد يا سعد انت يا اخي فيني انا انطق شيء بس ايوه يلا 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 واخذ بس اسم حقتك جيبها جيبها جبها اوه لا ظبطته شكرا يا سعود ظبطته حدا ساعد اسبل ساعد خرج عشرة اوه جزدك يلا طيب يا حبيبي مسموح ها مسموح انا الله اكبر كمان شكرا ممكن خمسة يا شكرا لا ساعد لا يا يلا عبد الله عبد الله سريع بس هذه كورة مسموح ها مسموح خلا بعدها لا لا كذا هذا مو ضبط انظر تخرب انت خلاص طيب لا ترفعوا صوتكم انا اطيحها جيبها من الشارع يا ربنا لا تشغلي لا تشغلي لا لا تكسره خلاص جاهزين للفعالية الثانية؟ جاهزين اوكي فعالية رمضانية سريعة اوكي؟ في 500 ريال هنا معي تمام؟ بحطها بين الموية اللي يطلعها ياخذها الان دور عبد الله يلا هي العكس ولا؟ يلعب مالي منك اوف والله قريب والله الجهة الثانية والله والله قريب يلا سعد سعد ركز بس انت ركز الله يستر وين اين الخبرة يا دحوم يلا يا عبد الله قريب والله اتوقع سعد يفوز سعد ركز بس تركز ركز ايوه لا غلط طريقتك دي تشق الفلوس عشان تسلي يلا ركز طيب يا شباب الآن الفقرة الأخيرة قبل الأكل جوعانين جوعانين راح نلعب لعبة طقطقة لكن هذه المرة أضافوا شيء جديد ذيك المرة لعبنا إيش؟ نلعب تحدي الاعترافات ذيك المرة لعبنا تحدي الأوامر هذه المرة تحدي الاعترافات بحط أسماءكم والسؤال اللي يجيك تجاوب أوكي؟ أوكي أجلة الحظ جاهزة نشوف السؤال يجي عند مين تجاوب بسرعة بدون تردد أوكي؟ أبعد عني يا مالي دخل أنا يلا السؤال عند عبد الرحمن من هو الشخص الذي تعتبره قدوة لك؟ ما في شخص محدد. يلا بس. حدنا يلا. يلا. قلنا. لا سهلك. سعد. عبد الله. ما الألوان المفضلة لديك؟ الأزرق والرصاصي. والله. رصاصي كذا. رصاصي فاتح. بعد. ترى مو بلازم تحدد. لا لا. رصاصي فاتح دقيق الرجل يلا السؤال سعد ما هو نوع الحيوان المفضل لدي انا احب الزرافه كيف يا اخي وش زرافه طيب انا ما قلت شيء انا خلاص بس انا خفت اني اقول صراحه وش زرافه ما ادري زرافه وش زرافه ولا رصاصي غامق ما جامل مره بالعيال طيب والله غير سؤال عند مين اخر سؤالين مين عبد الرحمن كم مره ندمت على امر قمت به او كلمه قلتها ايش اسمها ما اقدر عدها يعني وواجد يعني سعد اذا كنت فاكهه فماذا سوف تكون فاكهه بطيخه والله ما ادري اختار يلا بطيخه 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 لاني اصير كذا الناس ما تدري وش جواتي انت توتر ترني معرك بطيخه زين يا شباب الان جوج السحور يا شباب بعد يوم طويل جوقت الاكل النتيجه كالتالي بيتزا
انت وش مطبق؟ افتح طيب انا مطبق. اللي ما في ناس يمكن ما يعرفون مطبق. اي ما يعرفون مطبق. اوه جبن. هذا مطبق جبن. حبيت اخذ جبن يعني. والله هذا احسن واحد هذا هذا. مخ جاي جنبي. هذا شوف شوف مطبق حقي عنده حركه شوف. شوف شوف كسرة خذ واحدة خذ واحدة. اوه حركة شوف. هذا عنده برجرتين وبطاطسين وبمسيين. والله هذا عادي اكمل انا فول. بسم الله بسم بالله كلها نعمة الحمد لله على النعمة. بسم الله نطبق. طيب بسم الله الفول مع الخبز التميس. اخوي يعني وياك والله نخوي. خذ والله ودي والله خذ ها تشارك تشارك شباب حلو حلو مثل الفول. مسرقة حلوة تبغى بيالات بيبسي مع ثلج بيالات كل مسحة يا ابو مطبق. امسك امسك والله عليك هو ما يبينا ناكل ذا يا ولد. ما في حتى بطاطا ما في. عادي عطهم عطهم بطاطا لا يفوت كل فول بالعافية حبيبي والله والله لذيذ. والله يخليك داخلنا خلنا خلنا طلع لا طلع والله بيذبح طلع روح على خطه اساسي شوف الرقص اقسم بالله لي متقدم اني لا اطعم طعمها على طعم اهزه دحوم والله انها خلاص وما يبغى طعمها في المخ صيح صيح صراحه متوتر انا تفتح انت اغراضي انت اللي كبيت عندي خلاص زد خلاص ما حد ماخذ انا بعد مسؤول هد 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 سحور شهي يا شباب شي ذا متوتر هذا اول مره يطلع حظه حلو كره بس خذ حبه بس لا بس بالمسع عادي وخر بس تخل خلوه بعدك بيتزا خلاص روق روق ترى ذي ثنتين اذا انتهى لي حظي صح انا ربحتها التحدي كذا والله طال عليه اشياء كثير ويتكلم حسيت اي خلاص لا تخليني اعصب عصرت اشوف اكل مطبق لا تخليني اعصب ايش غلطنا يا اخي وصل حصي شو الدحوم ايه قلت لي اعصرك طيب هي هي العار هي صار حظ مو بس المركه يعني اي صح صح ما خلني اسمع دقيقة امسك هذي خليني ادق خليني ادق حركة بس يلا يلا خلاص كل واحد ياكل اكله خلاص انا حتى بيتزا هذي والله دحوم كفو يعني والله دحوم كفو لا دحوم اقول عاد اشغلتنا عاد لا صفك يا دورة طيب يلا افطار وسحور شهي لكم يا شباب بنكمل اكل ولا تنسون زر وين اشتراك بالقناة ونشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي مع السلامة